آخر دقائق في هامبورغ في هاي الشقة في هاي الشقة. شكرا طبعا شكرا على كل الناس اللي ساعدوني، محمد، أمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو صحة بقري؟ وين أبدي بالكلام؟ صراحة ما عندي أي فكرة. حالياً أنا في حرب الشوارع. حبايبي هذه آخر أيامي في هامبورغ. غراضي حتنباع، أبيع تقريباً أكثر الغراض كلها تقريباً. عندي طلبيات حالياً، لازم أروح أشتغل أوصل طلبيات بالأوبايت. نفس الوقت أبيع غراضي، نفس الوقت أحضر نفسي برلين وإلى آخره. فإن شاء الله حأخذكم وياي الأيام الأخيرة، أسوي فيديو واحد إن شاء الله أجيكم. قول يا الله. بعض الحين ابالغ بالموضوع اطلع سالفه 8 بالتسعة حتى اطلع 300 يورو 400 يورو 200 يورو حسب المقدره يعني. وهي اول طلبيه الساعه بال 12 حاليا. نروح نجيب الطلبيه وهذا محمد ونقول يا الله. ان شاء الله بهذا الفيديو احاول اشرح لكم اشياء حبايبي بخصوص مثلا السياره، كان واحد ياجر سياره اسرع وقت ممكن باسهل طريقه وارخص طريقه وسياره حديثه يعني. والله حبايبي صراحه سياره جدا عجبتني يعني. هاي حقيبة اللي فقدته، أنا اشتغلت باللي فقدته تعرفون، بس أرد أرجع يعني أخلص من الأغراض اللي راني لح النقل. يلا قولوا يلا. شوفوا حبايبي سبحان الله الأشجار الأوراق تنزل شوية شوية يعني صراحة. شوفوا هاي الأوراق، الأوراق تنزل حبايبي. وصلت تقريبا كم طلبيه؟ 6 طلبيات 50 يورو. حاليا انا راجع للبيت لان صراحه ما عندي طلبيه، وثاني شيء جوعان بدي استراح شويه اريح اسوي اشياء ثانيه بالشقه والى اخره. حبايبي راح اخلي الكاميرا هنا وتشوفون المكان، بس تذكروا هاي القاعد انا حاليا قاعد، انا امشي بالسياره هيجي وقاعد هيجي، واذا اغير اسوي هيجي بمنتهى البساطه. تذكروا هذا الشيء حبايبي. الصراحه يعني غيرت حياتي 180 درجه يعني. الصراحة آخر أسبوع قررت إنه مثلاً لما أنتقل لبرلين ما أجر شقة، أنام أول شيء أول شهر بالفندق. قررت إنه أغير حياتي جذعياً يعني. المفروض الواحد يروح يأجر له شقة يشتري له ويتحسن ويدفع فلوس أكثر تحصل له شقة أحسن و و و. لا بالعكس، أنا سويت بالعكس صراحة. كل الأشياء اللي سويها أنا حاليا يا جماعة الخير يا حبايبي تعمدا حتى أوصلكم وجهة نظري أو رسالتي من هذا الفيديو قدر الإمكان حتى تفتهموني إن شاء الله. طبعا أنا يعني أحاول أنه أدور أو أبحث عن شقة اللي أنا أتمناها، وعموما أنه تحاول تلقى شقة في برلين صعب جدا. فلهذا السبب حبيت أنه ألقى حلول للمشاكل هاي، نفس الوقت عندي مقصد لهذا الشيء يعني عندي رأي بهالموضوع. مثل ما تشوفون انا حاليا يعني مدى ألزم الستيرن هيجي، هذا الستيرن ألزمه بسيطة ألزمه هيجي يعني ألزمه هيجي. عموما يا جماعة الخير هذا الشيء احنا معروفين به العراقيين يعني سوق السيارات واحنا مرتاحين. قبل كنت اسوق سيارة وانا هيجي اوصل طلبيات، صراحة شفت الفرق جدا يعني. إذا اسوق وانا قريب من الستيرن أحس كأنما أنا تحت الضغط، بس لما اسوق وانا مرتاح وأبتعد شوي عن الستيرن وألزم يعني أحاول إنه أكون انسان هيك يعني مستمتع بالسياقه احس نفسي مرتاح. شوف 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 سبحان الله، شوفوا يا جماعه تخيل الاشجار كلها صارت صفراء، كانت خضراء صارت صفراء. سبحان الله هذا السنه يعني الطقس غريب عجيب يعني، من الصيف للشتاء رجعنا خليف ويمكن نرجع الشتاء الله اعلم. ما تفتهم شو القصه، ما تفتهم ابدا ما تفتهم. خلاصه الكلام حبايبي انا مثل اللي تشوفون انا رجعت راجع للبيت بعد تقريبا يوم اربعة ايام ما يعني بهاي الشقه، ولا راح انتقل برلين. اول ايامي اول اسابيع اول اسبوعين او ثلاث اسابيع اسكن بالفندق اول شيء، واشتغل واجرب المدينه واشوف الوضع وان شاء الله خير. حبايبي هدفي من هذا الفيديو اللي ان شاء الله هو انه اعطيكم وجهه نظري ليش اني اوصل طلبيات بالسياره حاليا، شلون او كيف طلعت على هاي السياره باسرع وقت وارخص مبلغ دفعته اني. الصراحه يا جماعه الخير هذا الحل رهيب رهيب رهيب.
بالنسبة إن الطقس جدا تعبان بألمانيا هاي السنة عموما، يعني جدا تعبان يعني عامية تعبان، ولكن هاي السنة مو طبيعي. قررت إنه أنا أوصل طلبيات بالسيارة وبنفس الوقت أحاول أدور على حل يحل لي مشكلة السيارة، يعني تعرفون أنا ما عندي سيارة خاصة بي وما أحب أشتري سيارة صراحة، حتى لو عندي فلوس ما أحب أشتريها. أنا من النوع اللي يحب البايسكلات، يعني يحب الدراجة الهوائية، وحبيت أجربها وأشوف حلول للناس اللي مثلا ما عندهم فلوس أو ما عندهم إمكانية يشترون سيارة فورا. خلينا نقول الحمد لله. على كل حال هو هذا هدفي من هذا الفيديو حبايبي، إنه الإنسان يحاول يغير بحياته، يحاول يدور على حلول، يحاول إنه يجرب. يا جماعة الخير الإنسان لا يخطأ، هذا شيء إيجابي مو سلبي صدقوني. فالإنسان لازم يقلل من خوفه شوية. أربع طرق حبايبي، بإمكانك تشتري أو تأجر أو اشتراك شهري أو تأجر لمدة شهر أو يوم واحد سيارة بأسرع وقت ممكن بأرخص طريقة وبأسهل طريقة، ولكن كل طريقة إلها صعوبتها وإلها سهولتها. يعني كل الطرق نفس الوقت سهلة ونفس الوقت صعبة، كل شيء له إيجابياته وسلبياته. أول طريقة وأسهل طريقة إن تأجر سيارات بالشارع. أنت هالأيام هاي عندكم تأجير مطارات، سكوتر، سيارات، كل شيء تأجره بالشارع عن طريق برنامج بدون ما تسوي أي شيء، بدون ورقة، بدون توقيع، بدون أي شيء. هاي الطريقة الأولى. مثلاً شركة مايلز، شركة مايلز حبايبي هاي شركة بيها كل السيارات، أنواع السيارات، وتقدر تأجرها فوراً. تعرفون أنا جربتها قدامكم. هاي اول طريقه ومو رخيصه صراحه، ولكن اسرع طريقه ممكنه، وتقدر تاخذ سياره تمشي بيها شهر شهرين سنه سنتين اللي عجبك. هاي اسرع طريقه بس مو رخيصه جدا، ولكن بيها ايجابيات هوايه غاليه شو. عندك الطريقه الثانيه اشتراك شهري، تدفع مبلغ معين وكل شيء على الشركه، حمايه، التامين، البنزين، الله اعلم، كل شيء تدفع عنده مبلغ معين. طبعا اكو شركات هوايه جدا، شركات بكثره، حتى الفولكسواجن، مرسيدس، كل الشركات تسوي نفس الموضوع، يسموه اشتراك شهري، ولكن كل شركة لها سعرها الخاص ولها إيجابياتها وسلبياتها. أنا بالنسبة لي أنا أحب هذه الطريقة. مثلا شركة فين هاي أحد الشركات اللي أنا أعتقد إن هي زينة ممتازة، أكو شركات أحسن. الطريقة الثالثة نتأجر سيارة عادية، تروح الشركة تقول أنا أريد أجر سيارة عادية شهر كامل، رخيصة جدا رخيصة، بس تدفع البنزين عليه، كل شيء عليهم ما عدا البنزين لشهر واحد أو شهرين حسب اللي يعجبك. هذا مو اشتراك شهري، هذا تأجير السيارة عادية. والطريقة الرابعة واللي هي شوية معقدة، خلينا نقول مو معقدة ولكن لها أشياءها لازم واحد يعني لازم ياخذ حذر. إذا يريد يشتري واحد سيارة، هي الطريقة الرابعة، تشتري سيارة أو تكون عندك سيارة ملكك، تشتري سيارة ولكن ممكن تكون غالية ممتازة، وإذا كانت رخيصة تكون تعبانة أو قديمة وبها مشاكل. كل شيء له إيجابيات وسلبيات، فالإنسان لازم يفكر ويحاول إنه يلاقي حلول. وبس أربع طرق تقدر تحصل على سيارة بأسرع وقت ممكن. أنا حاليا عندي الدراجة الهوائية حاطة بالمخزن بسبب إن الطقس يا جماعة الخير يتغير، تمطر، ثلج، شمس، ما تعرف شو القصة، وأنا صحتي صراحة مو جدا ممتازة. آخر فترة حبايبي تحت الضغط مو طبيعي، لهذا السبب أخذت عليكم، أو نقول بالأحرى يعني صراحة ما قدرت أسوي فيديوهات بالعرض ولا أكون أكتف وياكم بسبب إنه أنا مضغوط من كل النواحي، شغل، حاليا دا أحاول أساعد الناس يشتغلون بالأوبئيت. أتمنى كل الناس أول شيء يحجزون موعد عندي، هذا جدا ضروري، خصوصا سواء كان بخصوص الشغل، توصيل طلبات بالأوبئيت أو أشياء ثانية، وأنا أبذل جهدي قدر الإمكان. هذا الشيء أسويه بسبب إنه أنا ما عندي وقت حبايبي، وثاني شيء حتى الناس تلتزم، هذا الشيء شغلي، أنا ما أقدر إنه أسوي أي شيء اللي يعجبني، هاي لقمة عيش يعني. الشغلة الثانية حبايبي، اللي يريد يشتغل بالأوبئي لازم قبل ما يسوي أي شيء، قبل ما ينزل برنامج، قبل ما يتواصل وياي، يتواصل عن طريق الواتس، إنستغرام، فيسبوك وإلى آخره. حبايبي أعرف إنه أنا ممكن أكون مقصر بحقكم، أعرف إنه أنا ممكن ما ردت عليكم، ولكن يا جماعة قسم بالله العظيم عندي مسؤولية بلا نهاية، سواء كان شغل، توصيل طلبات، أهلي، مستقبلي، تعرفون أنا على يعني إن شاء الله قريبا هخطب وعلى هالأشياء كلها هاي، فمحتاج وقت. ونفس الوقت تعرفون إنه أنا يعني حاليا على نقلة، أنتقل لبرلين، فتصوروا أنا حاليا تحت الضغط مو طبيعي، بحيث حتى منا يعني صراحة بعض الأحيان ما ألحق آكل، يعني جوعان واشتغل فاضغط على نفسي اكثر. واتمنى يا رب انه اقدر اشجعكم قدر الامكان. طبعا خلينا نروح ندخل البيت اكل لي لقمه واكمل كلامي. قولوا يا الله حبايبي، يمكن هاي اخر مره تشوفون البنايه اللي انا عايش فيها. طبعا هي صراحه بنايه جدا حديثه وغاليه وبها ايجابيات وسلبيات طبعا، بس صراحة أني مليت أو مو مليت، الحمد لله. على كل حال يعني وضع الشقة ما عجبني أبدا، الإنسان ما يعجب العجب، ولكن خلاص كافي.
واحد لازم يحسن من حياته او يغير. انا هذا رايي وان شاء الله خير حبايبي. انا حاليا وصلت طلبيه، طلب طلبيه من الصيدليه، وين مكان يعني حلو وغريب عجيب شويه بمنطقتين، منطقه قبيحه يعني، يعني مكان سكني بس ما عجبني جدا، ومكان رهيب رهيب رهيب، الخضار والطبيعه والحديقه والمكان والشقق والبيوت. يا الهي خلينا نشوفكم اول مكان. انا حاليا هنا، هاي الدخوليه، هذا عباره عن شارع خاص، هاي الدخوليه، هذا المكان، هاي شقق، هاي بيوت، يعني كل بيت بيت لوحده، ولكن يعتبر من كم طابق، اعتقد 3 طوابق. ما عجبني جدا لان يعني ما اعرف شلون شكله، يعني غريب عجيب. ولكن وصلت وصلت وصلت، انا رحت 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 طلعت كملت، اكتشفت المكان. شوفوا هالمكان الحلو، شوف حبايبي، شوفوا الالوان الاشجار. طبعا هذا الخليف، الاوراق تتساقط. الطلبيه كانت بهذا البيت. طبعا انا سالت الشخص، وصلت الطلبيه من صيدلي، سالته قلت له مرحبا ممكن تجاوبني على سؤالي، ايش كنت تدفع فلوس انت، ايش كنت تدفع ايجار؟ قال انا صراحه ما ماجر، انا مشتري هاي الشقه، ولكن التاجير هنا تقريبا 1200 الى 1150 يورو بالشهر. قلت له ايش قد تكبر الشقق؟ قال لي ما بين 80 الى 90 فتحات متر، متر مربع بالعربي. المهم 80 الى 90، وقال اكو فيها بين 100، ويتراوح الايجار ما بين 1200 الى 1300. يعني حبايبي انا ادفع تقريبا 1150 يورو، كبر الشقه 69 متر مربع اعتقد، الله اعلم نسيت. وصراحه المكان ما عاجبني، يعني خلينا نقول المكان حلو عائلي، ولكن الشقه ما عجبتني صراحه يا جماعه الخير. يعني ديزاين مالتها وشلون قاصيها غريب عجيب، والمطبخ ويا الهول، يعني المطبخ ويا صاله، ما عجبني الستايل الامريكي. ولكن هذا يا جماعه الخير، شوف المكان، بيت كامل تقريبا 1200، يعني على 50 يورو والله ادفعها واحسن لي. سبحان الله قدرنا، وين وصل؟ احنا قدرنا نوصل نروح لبرلين والحمد لله. سيد رسالتي، وصلنا الى نهايه اليوم هذا، ان شاء الله هذا الفيديو حيكون احد دخولي الى برلين. اتمنى ما يكون الفيديو طويل عليكم حبايبي. احد السلبيات حبايبي اللي اجر سياره، سواء كان اشتراك شهري او تاجير عادي او او او، اذا صار شيء لا سمح الله، سواء حادث اي شيء، انت المسؤول عن كل شيء، انت لازم تدفع كل شيء، ولكن انت تحت الحمايه، يعني عندك تامين حمايه يدفع لك بعض الاشياء ولكن مو كل شيء، يعني حسب الحادث، حسب المكان، حسب المشكله والى اخره. طبعا هاي السلبيات حبايبي تحصل لاسباب عديده، يعني ممكن يكون تعبان الانسان، ممكن يكون شارب الكحول او اي شيء، يعني ممكن يكون بسبب الانسان، بسبب فعل الانسان تصير حوادث. فخلينا اشوفكم حبايبي اللي سويت انا، صار، خلينا اشوفكم من مصيبه والحمد لله. شكرا لكم. ركنت السيارة بمكان حبايبي، الدنيا تمطر، مع الأسف هسه قامت ما تمطر، المهم وتزحلقت الأول السيارة، طبت بالجراج السيارة كلها شخوط، يعني مع الأسف شخطت السيارة، شخطت حبايبي، وهذا معناته أنا حدفع فلوس هواية، أو ممكن ما أدفع ولا شيء، الله أعلم. جيت أدفع فلوس ما أعرف، ممكن ما أدفع شيء، الله أعلم. الحمد لله على كل حال، هاي الطلبية الأخيرة ما وصلتها لأن سويت حادث، فلازم أضطر أنتظر البوليس. انتظرت البوليس حبايبي وشرحت كل شيء للبوليس، البوليس كان ما زعلان، يعني ما ضايج من عندي، بالعكس شكرني إنه أنا بلغتهم. والحمد لله على كل حال، يعني حاليا انا ممكن ادفع شيء بسيط، الله اعلم، ممكن ادفع يعني شخطت السياره وكسرت الباب الجراج، يعني السياره نزلت تزحلقت، السياره زحلقت اتجاه الجراج، والحمد لله على كل حال هذا الشيء يصير، الحمد لله والشكر، يعني اهم شيء ما صار اي شيء، ما تعور اي انسان، وهي الاشياء تصير، يعني هاي الاشياء تصير باكبر اي واحد انسان ما خالي من الاخطاء، سبحان الله، يعني كمال الله سبحانه وتعالى، الحمد لله والشكر. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني الله ممكن هذا الى سبب حبايبي.
طبعا انا صراحة حاليا دا اشتغل شغل المجنون، شغل مو طبيعي، اشتغل بكثرة وبالغ بالموضوع جدا بسبب اسباب معينة. فالحمد لله على كل حال، لان انا حبيت انتقل برلين والى اخره، فضغطت على نفسي كثير، انا تعبان، فبسبب التعب نسيت ان اسحب الـ 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 البريك اللي هو ينسحب الهاند بريك، وزحلقت السيارة طبيعي، والدنيا ما تمطر، فزالت الطين بلة على قولة العراقية. هي تسر، الحمد لله شكرا. الخطأ خطأي، واحد يقول الصراحة خطأ خطأي. حبايبي صباح الخير، اللي يحب يعيش في ألمانيا أو أوروبا لازم يستعمل هذا الفيتامين، لازم يشرب هذا الفيتامين، يأخذه فيتامين D3 و K2. هذا الفيتامين حبايبي يساعدك ان تعيش في اوروبا، لان جو اوروبا جدا يعني تعبان. خلينا نقول او مكمل الفيتامين من A للZ، يعني هذا كل الفيتامينات بس يكمل لك جسمك في حال انه ناقص شيء او شيء والى اخره. حبايبي انا حاليا فعلت البرنامج الاوبر، وان شاء الله اذا الله راد اول ما تجي طلبيه انزل اروح اوصلها، بس نفس الوقت هرتب شويه شقه واخذ وياي البرلين. يعني صراحه صار مزبله. هذا كله زباله هنا. السلام عليكم، صباح الخير حبايبي. شوف السياره ركبت هنا، طبعا بلد مو طبيعي، درجة حرارة جدا يعني قليلة، ولكن الشمس حلوة طالعة، الأوراق لما تنزل شوفوا هاي الشجرة ما بقى بها أوراق، صارت صفرة كل شيء، يعني تقريبا كل الأشجار صارت صفرة. يا إلهي شوفوا هاي الشجرة حبايبي، هاي الخليج كل مكان أوراق. هاي العمارة اللي ساكن بيها، والله حشتاق لهاي المرجوحة. طبعا حبايبي صراحة لحيتي طولت، شعربي شوفوا اخر يوم في هذه الشقة، اخر يوم في هامبورغ. هاي الشقة يا حبايبي صبغتها، نظفتها، يا الهي تعبان، ظهري وجعني دور الشغل. يعني صور حبايبي طول الوقت تنظيف، ترتيب، تحضير، بعدين شغل، توصيل طلبات، ارجع نظف، هاي تسوي وارجع اشتغل ارجع، يعني طول الوقت ماكو استراحة. نومي جدا تعبان، أكل جدا تعبان، صراحة ما عندي وقت أبدا أبدا أبدا، حتى أرد على الرسائل ما عندي وقت. سبحان الله، يعني أنا أترك هامبورغ والشمس تطلع. آخر يوم في هامبورغ. هاي عمارة أنا ساكن فيها، وهذا المحل قتلت نفسي كتل، يعني ريدت أي بالقوة، بالعافية، بالتفاهم، بالخناق، ما خليت طريقة ما استخدمتها على مود أجر هذا المكان. بالأخير الحمد لله على كل حال. ها إجا محمد. طبعا أنا أشكر لكل الناس اللي ساعدوني، محمد، أمين، كل الناس اللي ساعدوني، وأنا والله ممنون لهم. طبعا آخر فترة حبايبي بهامبورغ جدا صعبة، صعبة مو طبيعي والله، لا وقت لا راحة، بدون أكل، بدون رياضة، شغل تعبان، ما عندي وقت أبدا أبدا. محمد يسألني يقول ليش مبهدل نفسك، واحد بدك تروح قسم بالله العظيم، شغل ما عندي، مكان ما عندي أنام بيه. طيب ليش رايح يا أخي؟ أنا حبيت أبدي بداية صفر 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 هيك، يعني خلاص صفر. قسم بالله حبايبي ما عندي شغل، يعني شغل انا اشتغل ويا شركه ما عندي، اشتغل على حسابي الخاص، بس ما عندي اي فكره وين اروح، ما عندي اي فكره، يا منطقه يا ناحيه، ما عندي اي فكره، ما عندي مكان انام بيه، ما عندي مكان احط بيه اغراضي. ما اكو شيء. اول شيء قهوه، ناكل شيء، ما كان شيء، ما اكو شيء بالبيت، انا ابو حميد، وين كمل طريقنا. وين قصدك؟ هو جاهز؟ تعال نجيب السيارة، نروح نجيب السيارة. شوف الكابتشينو حبايبي، أنا أحب الشوارب. حبايبي هاي السيارة اللي حأجرها وروح بيها برلين. يلا قولي يلا.
شي حلو ها؟ راكب سيارة قبل ايش؟ قصدي انتهيت سيارة قبل؟ هيك سيارة؟ لا طبعا قول يا الله حبايبي بسم الله صور جزء من مش اسمه؟ ولا صورني لي انا صباح الخير يا ابوي آخر دقائق في هامبورغ في هاي الشقة في هاي الشقة شكراً طبعاً شكراً على كل الناس اللي ساعدوني محمد أمين يا بس صباح الخير السلام عليكم يا الهي حبايبي طبعا بقيت في برلين لان صعب والله صعب جدا فاضطريت انه هسه امشي انا بالسياره وين السياره الهي انت جوعان تعبان ميت ناكل اللقمه ونرجع يلا قول يا الله حبايبي جوعان ومطفي على الاخير يعني راد لي طاقه وراد لي اشرب شيء غير صحي مجبور والله مجبور بس انتوا لا تقلدوني يعني صراحه هذا الشيء مو صحيح لكن مجبور لانه انا صراحه حاليا صار حرب الشوارع لازم احتاج لي انرجي انرجي حبايبي انرجي السلام عليكم مرحبا اخي كيف صحتك شلون الصحه حبيبي انا حاليا طريق على برلين انتقلت من هامبورغ لبرلين ترانسبورتر وغراضي وشقتي كلها بالترانسبورتر وراي متابع اخبارك متابع اخبارك هلا شفت السياره الكبيره توقعت بان انت منتقل على برلين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي ييسر لك ان شاء الله الله يبارك فيك ابوي الله يبارك فيك امرني ان شاء الله امرني ما يمر عليك ظالم حبيبي انا بدي افتح حساب في الاوبر ولكن ما عندي اقامه عندي أوزفايز مسموح بالعمل بعلم السلطات الألمانية بعلم الأوسلندا بهورتا ممتاز ممتاز وأنا ساكن بتورينجن ولاية تورينجن وش اسم المدينة؟ شو اسم المدينة؟ المدينة؟ المدينة تبعي اسمها هيلبد هيلجنشتاد بجانب غوتينجن إذا بتعرف غوتينجن قريبة على كاسل مو بعيدة كتير على كاسل قريبة على كاسل قصدك؟ إيه مو بعيدة كتير على كاسل بس بغير ولاية يعني لازم اول شيء لا انا دخل معلوماتك اطلب منك معلوماتك اسمك عنوانك رقم تليفونك ايميلك واشياء ثانيه واطلب لك الشغل بالشركه اللي انا اشتغل معها وهم ان شاء الله حيبعثوا لك بعض الاوراق بها طلب عمل وتوديها للدوله وبعدين وراها تقدر تشتغل يعني مو شغله مو صعبه يعني بس اول شيء لازم نطلب تصريح العمل بالاوبر ايت من الدوله عندك سياره انت لا ما عندي بدي بالبسكليت بدي بالدراجه الهوائيه قصدك فهمتك بس لازم اول شيء اتاكد اني من المنطقه اللي تشتغل بيها انت يعني اكو مدن يشتغل بيها اوبر واكو مدن ما يشتغل بيها اوبر فاحنا نضطر انه ان شاء الله بمكان اقرب مدينه معينه هي اوبر حتى تروح تشتغل هناك ماشي تمام بما انه انا حاليا تعبان معنويات شويه تعبانه يعني فواحد يحمد ربه اول شيء على كل شيء يحاول قدر الامكان يقدر عليه يسوي والباقي ربك يعني عينه على كل حال حبايبي مرحبا بكم في برلين وفي اول ازدحام في برلين روح ابو جيس خليني اشرح لكم سبب هذا القرار اللي اتخذته انه انتقل لبرلين مع العلم ما عندي سكن ما عندي شغل ما عندي
اصور كل شيء، كل شيء من الصفر، شركتي حتبدا من الصفر، الاوبر من الصفر، كل شيء من الصفر. تعمدا هذا على فكره يا جماعه الخير، كل الناس قالوا انت مجنون، انت اكو شيء براسك ما يشتغل. حبايبي وصلت طلبيه للمخزن تشاقه جبت هاي حقيبه الاوبر ايد حبايبي، حاليا بدي اودي اغراضي للمخزن اللي ما عندي مكان، ما عندي شقه، ما عندي بيت، ركنت السياره هنا انا يعني. اول شيء هاي اغراضي جوه، هاي عربانه الواحد يدخل بيها اغراض، والله حلو ها. يلا قول يا الله. هذا المصعد، تفتحون المصعد عن طريق التليفون، والمخزن مالتي اوريكم اياه ان شاء الله هم حبايبي، وانطلقوا. والله ما بيتعب ابدا، موضوع جدا بسيط. عن طريق البرنامج تفتحون كل البيبان، هاي العربانه، هذا هو المكان، هاي اول عربانه وديتها. يلا يا بقسم بالله اصعب مرحله بحياتي يا الهي، ظهري جوعان المطار. اذا سالوني ليش دا اسوي بنفسي هيك شاني، كله على مودكم والله، مشان عيونكم الحلوه. اخيرا وليس اخرا، شكل المخزن يخرع. المهم دخل، شلون مكان دخل، والله مستحيل ادخل، مستحيل اقدر ادخل، لازم اطلع الخر هذا طلعه. يلا اقدر اطب حبايبي. واخيرا وليس اخرا، طبعا الدنيا ظلمه ماكو ضوء، وصلنا، السياره فرغت، الدنيا فارغه، ماكو شيء، لا ماكو شيء. هاي اغراضي، هاي حقيبه توصيل طلبات. اها يا الهي ثقيله. حبايبي وصلت، طبيت الفندق الهوستل، هذا ايتاج غشت زايته، هذا الكارت مالتي، سلسلتي، وصلنا، اغراضي، حقيبه مالتي، هذا المكان اللي احط فيه اغراضي، هذا مشتري قفل ويا اربع اشخاص، هذا فراشي يعني اغراضي. راح ناكل، جوعان جوعان جوعان، وميت من الجوع، وميت من التعب، تعبان. عمي هذا احلى من الهوست، احلى من الهوتيل العادي بشرفي. لازم نشتري قفل على مود نحط اغراضنا بمكان امن يعني. يا الهي ظهري يوجعني، ويا يمه. الطبق الثاني، شوفوا حبايبي ايش شفت انا، بايسكل بس بطلبيات، هاي على مود المطر اللي ما مسموح لنا احنا نخلي سقف بالمانيا، قوانين بلا نهايه، وهاي اللي في غندوش حقيقه مضيق مكان، بس البايسكل ما للاسف. بس والله عمي هذا احلى من احلى من احلى من شو اسمه، احلى من الفندق العادي. انا احب اشارك يعني كل شيء، لكن لازم واحد يكون حذر يعني، يكون حذر لا ينسرق اشياء ولا اخره. المهم شعور لا يوصف صراحه. طيبي واخيرا ركنت السياره، طويله هاي، طويله مو طبيعي، وقفتها فوق الرصيف. والله ما ادري، هل ترى مسموح لي اركن سياره هنا، انا ما مسموح لي، الله اعلم، يا رب ما تجيني مصيبه. بي ام كفين، البي ام كفين، الله الظاهر اعتقد انه مسموح لي، اعتقد. يلا خلينا ناكل، كافي عاد لغينا هوايه. 314 يورو اروح لك فدوه. شد ابو جيس، هاي روح ابوي، انطلقوا. انسحبت فورا من البنك مالتي فورا. شوفوا حبايبي حتى الكتابه تختلف، هذا الاسد تختلف، يكتبوه بالشوارع هنا تختلف، غروس ستراسه يعني، غروس ستراسه ني، غروس ستراسه، غروس ستراسه، قلت ما اعرف اقرا، ما اعرف غروس ستراسه. يلا يلا حبايبي، وصلنا الى مطعم لبناني، شنو رايكم؟ اكو مطعم لبناني ثاني هم مات حبيبي، الله يسعدك حبيبي يا صاحبي. يلا سلام. اسمع عربي ها، واحد يحكي عربي يسولف عربي. هذا مطعم ثاني هناك هم عربي اعتقد، اعتقد هم لبناني. اي والله حتى حاطين الشجره المعروفه. يمكن هذا حي ناس لبنانيين اكثر شيء، عرفني يعني. هذا عجبني، هذا حلو شكله، بس هذاك شكله احلى، خلينا نشوف هذاك، هذاك عجبني ما اعرف ليش.
مع العلم انه بالزاويه وما معروف يعني ما مشيوا ما حد يشوفه. الدنيا ظلمه شويه بس والله حاط شويه ضوء حلوه. نبض الشارع بدون اشاره. شنو رايك؟ حتى الاشاره تختلف هنا. شو القصه؟ ليش انا يعني عجب هالدرجه يعني معجب بهالمدينه انا؟ اول يومين تحب كل شيء وبعدين تكره كل شيء. يا الحياه. يلا ناكل. عمي اذا واحد ياكل يوم واحد عربي يستلذ بالاكل يعني راح. شوفوا البسمه يا حبايبي، شوفوا البسمه يعني وصلت لذني. عبي شاقه وياي يمزح وياي يقول هذا مكان كله لبنانيين. طلع بالاخير بس محلين يعني هذا هو تاكل شنات بلبنانيين. قلت له عندك شاي؟ قال لا ماكو شاي. خلاص قال لي روح هذاك الثاني محل ثاني تلقى بيه شاي. قلت له يشرب شاي بس احلى شيء العنبه. قال لي تقريبا 15 سنه ما ماكل عنبه. يا الهي طلع هذا المحل الثاني الفرع الثاني ونفس المطعم بس فرعين وعندهم شاي لبنان. فقلت له حبيت اشرب شاي. قال تكرم عينك يا اخي العرب شيء طبيعي. بهذاك الفرع مشغلين عبد الحليم حافظ يسمر يسمراني تبين دزك. والله نسيت الاغنيه صراحه. المهم مشغلين عمرو دياب كلب. يا اخي هاي شوف هاي مكان بلبنان بيروت. شوف شاي بس لمي لك. شو نسوي هذا تعلمي؟ هذا مي الظاهر؟ ايه مي حار؟ ايه مي. اول شيء شاي؟ ايه والله اذا اخر استكان اخر عزوفه. الحمد لله. شو اسمك انت؟ احمد. عشت سامي. كم سويت؟ انا سويت فلوج على اليوتيوب. شو اسمك؟ ابو جاسم. هلا جزاك الله خير. كنت تامرني شاي بلاش والله. جزاك الله خير. انا كنت بالفرع الثاني ودزوني هنا انا. قالوا لي اذا تيت شاي تدري انا شاي. هذا كافي عشت ايدك. جزاك الله خير. سلمي لك ابوي والسكر والعجينه. جزاك الله خير. يفتهمني والما يفتهمني الله اعلم. شوف هذا القطار اللي شو اسمه شتراسنبان قطار الشارع. هذا بس فوق الارض يعني بس برا. برلين معروفه بالقطارات. احلى شاي برلين لبناني بالقرفه. شنو القرفه بالله بالعراقي والله ما ادري. المهم طيب شنو المكان هذا؟ هذا اعتقد مثل هاي الرافعه مال الميناء. حار وطيب ويا طعم من الشكر. طعم الشكر خليت جوه ببطنه. زين شو نسوي هسه احنا؟ وين نروح؟ ساعة بيش صح علينا؟ تقريبا ساعة بالثمانية. يا باخ عمي يا كوكا كولا يا دنيا. الشاي العربي وبس والباقي خس. تسمعون صوت الهواء؟ صوت الهواء على الطريق السريع حبايبي. ايش سوى بالهواء؟ الهواء بالطريق السريع خلى السيارة تروح يمنى ويسرى. حبايبي اللي حرجع للفندق كافي اليوم. لغينا هواية صورنا هواية. حرجع بالقطار الشارع. اشتري تيكت بالاونلاين 2 يورو و20 سنت. انطلقوا. لازم انتظر على القطار اللي بعده. قطار 68. والله حبيت ما الغي هوايه بس بسبب البرنامج تفعل. فان شاء الله باكر ان شاء الله ابدا واشتغل من الصبح ان شاء الله. توصل طلبات بالسياره. يا الهي شعور لا يوصف صراحه. يا الهي لك احلى صباح الخير من برلين. جروناو اسمها. حاليا انتظر على القطاراني تقريبا 14 دقيقة. اول شيء نجيب السيارة احزروا كتبوا من فورا حبايبي من الان كتبوا بالتعليقات شنو نوع السيارة. شنو رايكم انتم؟ غيرت السيارة تماما غيرتها. بعض الاشياء صارت طبعا بالسيارة القديمة. يلا اول شيء نجيب السيارة بعدين نروح ناكل اغير بعض الاشياء. طبعا موضوع الهوستل حبايبي يراد له تفكير. يعني هو مو سيء ولا هو زين ولا جيد يعني. بي سلبيات وبي ايجابيات. المهم بس انا واحد يمشي نفسه يعني شلون ما كان. يا الهي شنو الشمس الحلوه هاي؟ اخ يا الهي يلا.
حبايبي بعد ما تحمل لازم اكو شيء. ضيعت او بالاحرى القطار والباص راح عليه. ايه صارت لي اليكم اخر الاخبار. سياره جديده اوبل والله حتى ما اعرف شو اسمها. موكا اسمها موكا. زين ليش ماكو دواسات؟ عدفتين بس عدفتين ما يخلون دواسات. يلا حنجربها. اخ حلوه. لا نظيفه حلوه ونظيفه كلها حيكون تاتش. روح ابو جيس حنشتغل بيها والله. اما هاي السياره المصيبه هاي. صباحك كيف حبايبي. روح لقيت شقه ان شاء الله راح اشوفها اجربها. هل يا ترى هنا مو زين؟ الله اعلم. بعدين اروح نتغدى او نتريق الله اعلم. شوية تقريبا ساعة متأخرة حاليا، ساعة 11. نروح نتريق نتغدى مطعم عراقي وبعدين نكمل شغل نشتغل. طبعا الشقة حبايبي جدا بعيدة، تبعد من هالمكان هذا الهوتيل الهوستل ساعة كاملة، ولكن من مركز المدينة خلينا نقول أو محطة رئيسية لبرلين نص ساعة. بما انه الوضع جدا صعب واحد يلقى شقه في برلين، فقررت انه اخذ هاي الشقه اول شيء اذا عجبتني طبعا، وبعدين بالمستقبل ان شاء الله ادور مكان اقرب للسنتر، اقرب للمركز المدينه والى اخره، وارخص طبعا. مع العلم ان سعرها يعني ايجارها مو جدا غالي ولا جدا رخيص. الله كريم. خلينا نشوف حبايبي. واخيرا وليس اخرا وصلنا بعد اعلان طويل ازدحامات على الطريق السريع. طبعا المكان صراحه انه والله جدا بعيد. هذا المكان هذا هو البيت اعتقد. هو عبارة عن شقق، بشقق اكثر من شقق يعني. نشوف نجرب. والله حبايبي شفت الشقة، هي مو شقة، هي عبارة عن هوتيل واحد يقدر يسكن به ويسجل عنوانه بهالمكان، ولكن ما عجبتني. ليش؟ لان اول شيء جو القاع ما تصلها الشمس ابدا. ثاني شيء شو يسموه والله بالعربي، يعني وخمه بيها رطوبه بيها مو طبيعي. ولكن هاي الغرفه الشقه او غرفه الله اعلم تحس نفسك كانما وخمه وكلها بغرفه واحده، يعني المطبخ كله بغرفه والاشلاء النوم وكل شيء بمكان واحد. لا وبعيده جدا وعجبتني يا جماعه الخير. والله ما عجبتني، كذب على روحي يعني. طبعا حبايبي نسيت شغله جدا مهمه، لما حبيت اصور الشقه من الداخل ما حد سمح لي، ممنوع. طيب قلت مو مشكله، طبيعي هذا الشيء. بعدين الاكثر شيء خلاني اكره هاي الشقه او ما احب اخذها انه سالتني هل انت لاجئ. قلت انا مو لاجئ، انا كنت لاجئ صرت هسه انسان عادي، يعني ما محتاج لجوء، عندي قاوة يعني. يقول لي زين خير ان شاء الله. قلت له ليش اذا الانسان اللاجئ يعني ما مسموح له يسكن بهالمكان هذا؟ قالت لا بس احنا ما نتعامل ويا اللاجئين، ما نحب اللاجئين، ما نريد اللاجئين. طيب يا ستي مو مشكله. هذا الشيء زعجني صراحه يعني ليش؟ يعني مو انسان هو يعني شنو؟ ليش؟ عرفتين بس عرفتين ليش ما تحبون تسالون اللاجئين يعني؟ شنو وين الإنسانية يا جماعة الخير؟ وين الإنسانية؟ وين البشر ذولي؟ يعني شنو البشر ذولي يا إلهي؟ طبعاً حالياً يا جماعة الخير جداً جوعان ومزعوج يعني من كل النواحي، نفس الوقت الازدحام اللي أنا فيه حالياً خلاني أفكر بأشياء مهمة. صراحة أنا مأجر هاي السيارة تقريباً أسبوعين بس حبيت أجرب أول شيء. ما شايف انه لها فائدة، بالعكس سلبيات بلا نهاية. يعني اذا سمح الله صار شيء هاي همات اكثر من يعني زاد طين بلة يعني. قصدي من كلامي انه البلة ما واحد لما يوصل طلبيات ما يحتاج سيارة. كل مكان 30 تمشي 30 كيلومتر بالساعة كل مكان.
حتى المطار ده يمشي المطار حاليا ده يمشي طريق البايسكلات، طريق البايسكلات كل مكان. يعني الشغله الوحيده اللي هي مزعجه هو الطقس. يعني البايسكل صراحه يا جماعه الخير امشي بيه اني 30 35 كيلومتر بالساعه، اسرع من السياره واشرف وتوفر فلوس، يعني توفر قول ياي بنزين وازدحامات بلا نهايه. يعني ماكو هاي بعد احلى، مسوين طريقين للبايسكلات، هذا الاصفر والاخضر. احلى احسن شيء، احلى اخر حلقه انا شايف البايسكلات احسن والله يا جماعه الخير، يعني اهم من السياره صراحه. حبايبي ماكو مكان تكون بيه سياره، مستحيل برلين كأنما أكون أزمة بالباركينج، يعني تركن سيارتك مكان سيارتي بأي مكان عشان نروح أكل جوعان. هذا طبيعي مو طبيعي، شوف شوف مو طبيعي، كلها أوراق وقعت. شوف هاي السيارة، ها شنو هذا؟ والله ربنا هيش مطار ويا سقوف مية مية. مستر غريل برلين، المطعم العراقي في شارع العرب. يلا خلينا نجرب. بسم الله حبايبي، طلبت مقلوبة ويا الفاصوليا، هذا عيران وهذا الخبز العراقي. 12 عمي